ده ليه؟ يعني مباراة الأمس لو هاخدها تحليل فني طبعا من حضرتك، لكن كانت تمثل إيه بالنسبة للنادي الأهلي في مباريات ممكن تكون المنافسة فيها دائما مع غريم مختلف، هو يمكن موجود بينافس لأول مرة بالشكل ده في الدوري الممتاز، دائما كان نادي الزمالك، دلوقتي فريق بيراميدز، ومشواره الطويل الحقيقة في الدوري الممتاز حتى يعني أمس يا كابتن، شفت المباراة إزاي ورأيك في أداء النادي الأهلي الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي مباراة صراحة كانت يعني المفروض إن هي عصيبة بين الفريقين. الفريقين عندهم مشوار يعني ما شاء الله كان حافل بالفوز. بيراميدز خد مشوار هايل جدا 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 من ساعة ما خد قرار إن هو ينافس بشكل كويس على البطولة، وإحنا يعني بقينا ظنين إن فعلا المنافسة هتوصل بيننا وبين بعض. نتكلم دلوقتي مين هياخد الدوري في المنافسه اللي بينهم مع الفرق الثانيه. مجرد ان الفرقتين اتقابلوا المنافسه اتحسمت للنادي الاهلي. أيوه. وده طبعا حاجه يعني اكيد ان النادي الاهلي عنده من الاسباب اللي هو يقدر يحسم المنافسه بشكل كويس جدا، اسباب كثيره جدا جدا. الفرقه نمره واحد ان هو النادي الاهلي بالنسبه للبطوله، البطوله يعني بتحبه، واكيد عشان البطوله بتحبه فكل يعني كل العناصر في النادي الاهلي بتسعى للبطوله بشكل قوي جدا جدا، وكانهم فقدوها بقالهم 10 سنين ومحتاجين ان هم ياخدوها. يعني تحس ان هم فعلا يعني حارسين جدا جدا، والبطوله صحيح. دي احنا بقالنا كتير قوي ما بناخدهاش، ازاي مش هناخدها السنه دي؟ يعني كانها يعني حد يعني جوعان حاجه كده وما صدق انه لقاها، وده حاجة صراحة يعني حاجة هايلة جدا جدا تتحسب للنادي الأهلي بشكل كبير قوي قوي. إن هو يبقى أخد البطولة السنة اللي فاتت والسنين اللي خدها كلها، وبعدين يجي في السنة دي البطولة يتعامل معاها بهذه الشلاصة وكأنه بقى له 10 أو 15 سنة ما خدهاش، دي حاجة صراحة هايلة جدا. ما السر يا كابتن من وجهة نظرك يا كابتن مع يعني توالي الأجيال، سر في ان ممكن يكون النادي الاهلي كمان مش في حالته وكان ويبقى بعيد ممكن في وقت من الاوقات، لكن بيعود ويحصل على هذه البطوله، بتشوف ايه السر؟ لان الناس مثلا يعني بيراميدز فريق كويس الحقيقه وفريق أكيد. منظم وعنده امكانيات وعنده لعيبه، ما السر يا كابتن؟ هل هو تاريخ؟ بدليل كمان برضه يا محمد ان انت بتقول بيراميدز كذا وكذا، ان احنا يعني قبل الماتشين بنقول مين اللي هياخد البطوله؟ صحيح. الاهلي ولا بيراميدز؟ طب ده كام في الميه وده كام في الميه؟ لغايه ما الاثنين اتقابلوا، واول ما الاثنين اتقابلوا اتحسمت البطوله، يعني اتحسمت بشكل طبعا كبير. يعني مش هنقول طبعا اتحسمت 100%، انما الكوره برضه لسه فيها ما نعرفش ممكن تحصل فيها ايه. صحيح. لكن الشواهد بتقول كلها ان النادي الاهلي هو الاقرب بكثير جدا لهذه البطوله. اكيد النادي الاهلي صراحه يعني المستوى حتى الفني، احنا كنا في فتره من فترات كده حتى مستوى الفني احنا كنا عندنا تحفظ عليه، لكن سبحان الله الماتشات اشتغلت وابتدت المنافسه تزيد وابتدى النادي الاهلي يفضى بس للدوري العام، ابتدى الرسم البياني بتاع الحته الفنيه بتاعته يزداد بشكل هائل جدا جدا مع كل اللعيبه. النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من اللعيبه كان بيتنافسوا كلهم مين هيلعب ومين هيبقى احسن من الثاني ومين هو اللي هيجيب الجول ومين هيطلع احسن لعيب في المباراه دي. اكيد ان الكلام دوت كمان يعني من الاسباب الرئيسيه ان النادي الاهلي يعني يوصل لهذه المرحله اللي احنا كلنا يعني نبقى يعني اكيد فخورون بيها بشكل كبير جدا، ان يعني مع الضغوط الرهيبه اللي على النادي الاهلي مع طول السنه وطول واللعب اللي هم بيشتغلوه يوصلوا في الاخر ان هم يبقى بالشكل الفني العالي دوت اللي احنا يعني ما كناش نتخيله في الظروف ديت ان هو يوصل بالشكل ده، لكن وصل بشكل كويس جدا جدا. و بيكسبوا ومش بس بيكسبوا باداء بشكل هايل، وده اكيد ان زي ما بقول لك ليها اسباب كثيره جدا جدا، اسباب النجاح تتوفر للنادي الاهلي بشكل كبير.